مبدا الكرنفال. نعم، لقد بدا الكرنفال عن طريق سيرخي ميلكونوفيتش سافيتش. هدف اول مع الازرق يسجل الان، وبهذه الصوره الغايه الجمال وفي غايه الروعه، حيث الانطلاقه الاولى بدري 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 كعادة الزعماء من بدر بأعماله الكاملة التي قدمها ليس فقط في الموسم الماضي بل حتى منذ نهاية الموسم الذي قبله، وكان له تأثير في دور الإعجازي. هجوم كويت الآن، الله الله، هدف جميل وهدف لا يسجله إلا الدولي التونسي الكبير جدا طه ياسين الخنيسي هداف الدوري الكويتي الموسم الماضي، إذ تقدم بسرعة الصاروخ يا عقلة وتحرك للأمام ونجح بتسجيل هدف في غاية الجمال. لكن بعد ذلك روبن نيفز وسالم أنهوا مباراة وولفسبورغ النمساوي. أما المباراة الأخيرة لدينا تقدم، وسامي جريس يحتسب ركلة جزاء، خطف القلوب سافيتش وكذلك الحمدان بهذه الانطلاقة. الهلال يكسب ركلة جزاء وحضوره، هل يبدأ كذلك هذه الأمسية وهذا الكرنفال؟ نعم 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 نعم، وقف عبد الرحمن كميل ووضعها على يساره. هدف ثاني للهلال، مباراة في تسع دقائق فيها ثلاثة أهداف. سافيتش، الإضافات التي يجب أن يكتسبها ويتقنها للخنيسي جعله وجعل العميد الكويتي في بطولة العرب، سنتحدث بالتفصيل. الخنيسي ما زال، والكرة على طول بتصل. هذه المرة المحاولة اللقب في نهاية الموسم. ميشايل هكذا يعزون الزعماء ذلك مكانته الخاصة لديه، وقال بأن الهلال فريق يرغب بالبطولات لذلك نريد أن نفعلها الآن. الكويت، الكويت كاد أن يفعلها. محمد إدحام نجم منتخب الكويت حاليا وأفضل لاعب الموسم الماضي في الكويت، يضيع كرة غريبة بعد انطلاقة رائعة من سامي الصانع. صنع كرة في غاية الجمال، كرة هدف باختصار انت وضميرك. سعد الحوت الى جوار طبعا الغانم مرزوق وخالد، السادة الجماهيرية الرائعة التي يقودها عفيفي. الان فرصة، وما هو القرار؟ الخنيسي غاضب من سامي الجريس والارتداد الأزرق. تذكر جيسوس، تذكر المرتدات. الآن سرعة الهلال في الارتداد، دائما ما يكون مع جيسوس أفضل وأقوى وأسرع. هذا جيسوس اللي عرفناه، تذكروا صارت أربعة، كانت أيام جيسوس. هذه الكرة من المعيوس، الخنيسي يرفع يديه، سامي الجريس أمر بالاستمرار وقال لا شيء. هذه القيمة المعتادة على مباريات الهلال والكويت. كرة في الجانب الأيمن، ميشايل يتحرك الآن، الإعصار الأزرق قادم، الإعصار الأزرق قادم، حضر من حضر. عامين هنا في استاد الملك فهد الدولي، هنا بهدفين مقابل لا شيء نجح الهلال عن طريق متعب المفرج وعبد الله رديف من تسجيل أهداف تلك المباراة الودية قبل عامين. الآن هنا محاولة وانطلاقة مبكرة وكرة في المرمى، التغطية حضرت سريعة عن طريق ناصر الدوسري، نجح بإيقاف الانطلاقة من اللاعب البحريني محمد مرهون.
هو من تقدم في هذه الكرة، حيث الانطلاقة للبحريني كانت موجودة، وبعد ذلك البليهي كعادته منقذا لمرمى المعيوف في لقطة كذلك تظهر ويظهر وفرصة ورايه قد رفعت. ناصر، لمسة من سافيتش على كاريو في جهة اليمنى، كاريو يرسل كرة عالية جميلة بالرأس، رائعة جدا، وقفته وصدره كان قد ضرب على صدره. أنا موجود، الكرة من جديد وكذلك، الله الله على كرة خطيرة. الكويت يلعب، الكويت يلعب، قدم مباراة في غاية الروعة. هذه العرضية كانت من سامي الصانع، وبعد ذلك الرأسية من محمد مرهون البحريني. دور المجموعات في الدوحة، هدفين مقابل لا شيء للهلال. الآن هنا هجوم حاضر، وكرة وركلة جزاء، نعم ركلة جزاء لمصلحة سعود. الانطلاقة السريعة والتمريرة البينية، هذه مين اللي حطها؟ هذه حطت لاعب فنان، لاعب طبعا سافيتش. الله على كرة وسعود وانطلاق مع الهلال. مباراة ودية سابقة نجح في التسجيل في ولفسبورغ، والآن يتقدم، نجح فعلا بالتسجيل. هذه المرة من علامة الجزاء، وضعها صعبة على عبد الرحمن كميل. حاول ينتظر إعطاء تمريرة وصلت في الجانب الأيمن، فرصة متاحة الآن للكويت وخطيرة. وما هو القرار؟ ركلة زاوية للكويت الكويتي. هذه الكرة العرضية، وهنا كان يوسف ناصر داخل الصندوق، وبعد ذلك أعلن الحكم عن ركلة زاوية لمصلحة الكويت. من جديد في الجانب الأيمن، محاولة قائمة، يا سلام يا سلام يا سلام، جميلة جدا. ولديك خمس منافسات بالنسبة للزعيم في هذا الموسم. الآن هنا محاولة، لذلك ركلة جزاء الآن. فهد فيصل زايد، فيصل زايد ينجح بتسجيل اسمه في المباراة بهذه المهارة ويكسب ركلة جزاء. تركوا الأمر ليسجل، لا لم يسجل. هذا الارتباك الذي أحدثه يوسف ناصر وفيصل زايد قبل التنفيذ تسبب بإضاعة هذه الكرة. في مباراة غوريكا السلوفيني، خيبري ورديف، كرة ترسل باتجاه رديف، تغطية حاضرة، تحقاني حافظ على كرته، الله 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 على كرة، الله لمصلحة الكويت، عالية جدا وجميلة ورائعة، والكرة في المرمى، ركلة جزاء، نعم ركلة جزاء من نصيب الكويت الكويتي. وبتقدم كان أكثر من رائع لفيصل زايد.